إجراءات احترازية معلنة، لكنها لم تلقى التطبيق الفعلي على الواقع ولا الاستجابة الكاملة من قبل المواطنين، باستثناء إيقاف الدراسة وإغلاق المساجد في مركز المحافظة. سلطات الأمر الواقع لم تتخذ الإجراءات مشان يلتزموا المواطنين بالمنازلهم، وبعدين الشعب اليمني شعب فقير مشان يلتزم بالمنزل. كيف يلتزم بالمنزل؟ من فين بيجيب راتب عياله؟ من فين بيجيب مصاريف جهاله؟ ما فيش دولة تكفل المساعدات للفقراء، الضباحة، ناس ما فيش معاهم ما يملكوش قوت يومهم. الازدحام في الأسواق العامة بمراكز المديريات في ريف المحافظة يؤكد الإهمال واللامبالاة لكل الإجراءات التي أعلنت، والتحذيرات المتتالية بخطورة الفيروس وصعوبة السيطرة عليه في حال انتشاره، في ظل انهيار المنظومة الصحية للبلد. اتخذ التجار الحجة بإغلاق الأسواق، أو اتخذوا حجة الوضع الاقتصادي وإغلاق المدن لرفع الأسعار دون مبرر، مما زاد على كاهل المواطنين الأعباء الاقتصادية، وزاد عليهم المشقة وزاد عليهم العناء. فلذلك نطالب السلطات بضبط اتخاذ ضبط الأسعار وضبط الأسواق. في الجهة المقابلة تواصل فرق طبية أغلبها من المتطوعين نشاطها في منافذ المحافظة الرئيسية، لكنها تفتقر للإمكانيات الطبية اللازمة لكشف حالات الإصابة إن وجدت والتعامل معها، ناهيك عن عدم جاهزية أماكن الحجر الصحي وغياب الأجهزة اللازمة. جهازي فحص هما الشيئين الوحيدين الذي تم إمدادنا به في مديرية الشمايتين، إضافة إلى حملة رش بسيطة في الفرزات التي قمنا بها بجهود ذاتية، وتم حصولنا على مرشات من فاعل خير. غير هذا لم يصلنا إلى أي شيء حتى يومنا هذا، ونحن ما زلنا ننتظر الوعود بتجهيز محجر في مستشفى الحق قبول. تطور آخر قد يعصف بالبلد ويجعل انتشار الفيروس فيه مسألة وقت، وهو استمرار تدفق اللاجئين غير الشرعيين من بلدان القرن الأفريقي عبر السواحل اليمنية، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية والعسكرية عن دورها في إغلاق المنافذ ومنع عملية التهريب. التساهل وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وانهيار المنظومة الصحية للبلد، بالإضافة إلى استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة، ثلاثي الرعب الذي يهدد اليمن بانتشار جائحة كورونا، ما قد يتسبب بكارثة غير مسبوقة وفق تقارير منظمة الصحة العالمية. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.